كراوية، فلفل أسود، كمون وقرفة. نص كمية البهار ونص التاني البرد. ملعقة دجاج، لنسمك الصوص حطيت شوية طحين مع زيت. برغل أسمر خشن، باقي البهار على البرغل، منقلي البرغل 3 دقايق. بنحمرهم بالفرن. نضيف مرقة الدجاج على البرغل. بنغطي على نار هادية. برغل بتفين رح تقدم وجبة فردية يوم الثلاثاء بمطبخ ست الكل. برغل بتفين رح تقدم وجبة فردية يوم الثلاثاء بمطبخ ست الكل.